أوقدت مدينة الغريفة شمعة رمزية في وسط المدينة للدلالة على المحبة والسلام ونشر ثقافة الحياة في عمل بادرت فيه رابطة شباب الغريفة للعمل التطوعي بمساهمة لجنتي تطبيق الوثيقة الاجتماعية وفي كل يوم جمعة دينار على تنفيذ الفكرة تحت مسمى شمعة ليبيا. طبعا الدعم الحقيقة يعني نشكر لجنة دينار كل جمعة وأيضا وثيقة عهد الغريفة الذين دعمونا بالمال، هذا إن دل أكيد يدل على ثقتهم بأعضاء رابطة الشباب الغريفة. عن بخصوص هذا المشروع، هو مشروع شمعة ليبيا، طبعا إن شاء الله يكون رمز من رموز منطقتنا لدعم السلام والمحبة بين الأخوة. فرح وابتهاج عفوي، إن دل على شيء فهو يدل على حاجة الأهالي للفرح وللحياة معنا بأيادي تزين المدينة بطابع جمالي يمنحهم بعضا من السلام. إن شاء الله ديما الأفراح زاهية، وإن شاء الله ديما إن شاء الله يعم علينا إن شاء الله الليبيين، وإن شاء الله يا ربي يخلي يدوم الفرحة. بمجهودات شبابية وتطوعية يبنى المجتمع، وبأفكار بسيطة تتوحد فيها الأفكار ورغبة الجميع في منح بعض من الابتهاج ونشر ثقافة الإخاء والسلام وإظهار جماليات المدن.